الرئيس السيسي يؤكد عزم الدولة على إدخال مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية للخدمة خلال أقرب وقت. الرئيس السيسي يؤكد أن الدولة وفرت الغاز بكميات كبيرة لإنشاء مشروعات جديدة بقطاع الأسمدة الأزوتية. وإضرابات ومظاهرات حاشدة ببريطانيا وفرنسا للمطالبة بتحسين الأجور واحتجاجا على تعديل نظام التقاعد. التاسعة مساء السابعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع حبيبة عمر. إليك حبيبة. شكرا لك ميرفت، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مصانع الأسمدة الأزوتية التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة في منطقة العين السخنة، ويدخل مجمع الأسمدة الأزوتية ضمن توسعات الخاصة بالمرحلة الثانية من المشروع القومي الضخم الذي يضاعف أهمية قيمة الفوسفات المصري بتصنيع الأسمدة. تفقد الرئيس السيسي مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بالعين السخنة، حيث استمع إلى شرح تفصيلي عن المجمع وطبيعة عمل المشروع ومراحل تنفيذه وتشغيله. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية توسيع الرقعة الزراعية في مصر، مشيرا إلى أن إضافة 3,500,000 فدان في مناطق الدلتا وتشكى ووسط سيناء يساوي نحو ثلث مساحة الأراضي الزراعية القديمة الموجودة في مصر، وهو ما استلزم بذل جهود ووقت وتكلفة كبيرة. اللي احنا بنتكلم فيه ده مش بنتكلم في مشروع بسيط وطلباته من المية أو طلباته من الأسمدة دكتور مصطفى هتبقى ضخمة جدا. أنا مش بتكلم خالص على تجهيزه كمشروع، ده موضوع تاني خالص، لكن أنا بقول للناس هنا تنتبه لحاجتين مهمين قوي. أنت قلت التوسع الأفقي والتوسع الرأسي في الزراعة، ده التوسع الأفقي اللي احنا بنعمله. طيب عشان نعمل ده عايزين نطمن على المية اللي بتستخدم، وانا بقول للي بيسمعنا هنا، المشروع الاولاني والثالث اللي هو سينا والدلتا، احنا بنتكلم في اعاده معالجه مياه صرف زراعي بمحطات معالجه عملاقه، مش كده؟ حوالي 14 يعني. انا بتكلم بس للناس تسمع ده، لأن الأرقام اللي بتتعمل بها المحطات ديت والمشاريع ديت أرقام كبيرة قوي، لكن إحنا ما عندناش خيار تاني. يعني لما نيجي نتكلم على إن حد مثلا نكتب عنوان صغير نقول إيه؟ التنمية الصناعية دكتور مصطفى. لما أنا كإنسان أطرح الطرح ده أقول تنمية صناعية أو تنمية زراعية، ده عنوان صغير ممكن أكتبه وأقوله حتى في أي وقت، لكن عشان أحققه وأنفذه ده بياخد وقت وجهد وفلوس كتير قوي. مثال مش هخرج عن اللي احنا فيه، احنا لما جينا في مايو نفتتح مجمع الأسمدة الفوسفاتية، وده كان أول مرة، كان كتير من الناس تقول كتير يعني يقول لك ايه انتوا ليه بتصدروا السماء الفوسفات مادة خام؟ عشان نعمل ده خدنا 3 سنين في المجمع الأولاني 9 مصانع، واحنا بنفتتح خدنا القرار بتاع الأسمدة الأزوتية. كما أكد الرئيس السيسي أن مشروعات الزراعة بالدلتا الجديدة ووسط سيناء قد احتاجت إلى إنشاء عدد كبير من محطات تحلية المياه، مشيرا إلى أن الدولة أنشأت 30 محطة رفع مياه لخدمة مشروعات الدلتا الجديدة ومعالجة مياه الصرف الزراعي لحمايتها من الإهدار. احنا كلمنا على أن محطات مياه محطات معالجة مياه، وكلام ده انا قلته قبل كده ويمكن مره واتنين وبكرره تاني. انتوا عارفين ان انا عشان نعمل مشروع الدلتا الجديده ووسط سينا احنا بنتكلم على تجميع ميه صرف زراعي كانت قبل كده بتلقى مثلا في المشروع بتاع شمال سينا ده او وسط سينا كانت بتلقى في بحيره المنزله. لا،
ومحطة المحسمة كانت بتلقى المية في بحيرة التمساح. اتعملت صحرات وصلت المية شرق القناة في سيناء، اتعملت محطة بحر البقر والمحسمة بطاقة تقريبا حوالي 6.5 مليون متر في اليوم، عشان المية دي ناخدها بعد كده بمحطات رفع وبخطوط مية تانية إلى الأراضي التي يمكن زراعتها. اللي أنا عايز أقول لكم ده وبسمعه لكل اللي بيسمعني، اوعى تفتكروا ان ده تكلفه اقتصاديه. تكلفه ايه؟ اقتصاديه. اقتصاديه. طيب احنا بنقول كده ليه؟ لان مثلا حد يقول طب يعني كان ممكن المطورين والمستثمرين يخشوا يعملوا ده. احنا نرحب. نرحب بايه بقى؟ احنا عملنا، مش كده؟ تعالوا بقى. انا المشوار الكبير اللي كان هيكلفك مليارات الجنيهات يا دكتور مصطفى، وده عبء ما اقدرش اطالبك بيه، وما اقدرش كمان اراهن معاك بيه، ان اقول لك خد وبعدين ما يتعملش. احنا عملنا كدوله وبقت الارض الزراعيه موجوده. لو النهارده مزارعين عايزين يخشوا يتعاقدوا على دول، احنا ما عندناش مشكله. احنا بنتكلم على زراعه حديثه ونظم ري حديثه. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني احنا، انت قلت كلمه مهمه قوي لما قلت على موضوع الاستخدام الاقتصادي للسماد، ومش بس الاقتصاد، البيئي. صح. انا النهارده لما هستخدم السماد بالكميات وبالاصناف المناسبه للطلب بتاع الزرع، ده هيوفر اقتصاديا وهيوفر بيئيا، مش كده؟ صح. طيب ده مشروع وسط سيناء اللي احنا بنتكلم عليه. نيجي لمشروع الدلتا الجديده، نفس الكلام. بنجمع ميه صرف زراعي ويتم معالجتها معالجة ثلاثية. وعشان أجمع الكلام دوت، وأنا بقول الموضوع ده محتاج ينفق على تغطيته إعلاميا كويس. كما دعا الرئيس السيسي أهل الريف للحفاظ على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لإدخال مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية الجديدة للخدمة خلال أقرب وقت. خلي بالكم لإخواننا اللي في الريف، ما الارض اللي معاكم غاليه جدا 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 جدا، فانتوا استفيدوا منها احسن ما نهدرها في تعدي عليها او تبويرها. يا جماعه انتوا شايفين النهارده العالم كله عنده مشكله في الانتاج الزراعي، والطلب بيزيد عشان النمو السكاني حتى في مصر. يعني فارجو ان احنا نخلي بالنا من الارض ديت ونخدم عليها، عشان هي هتجيب خير كتير قوي خلال الفترة اللي جاية. أختم كلامي بأن المصنع ده بالأسماد اللي هينتجها، أنا بتكلم على 3.5 مليون فدان. منتظر يخشوا إمتى؟ بالكتير نص السنة الجاية أو آخر السنة الجاية. نص السنة الجاية أو آخر السنة الجاية إن شاء الله. بنبذل جهد كبير جدا جدا عشان الرقم اللي بنتكلم عليه ده يتحقق يا آخر السنة دي يا آخر السنة الجاية بالكامل. أنا بتكلم في 3.5 مليون فدان. وأنا بقول للمصريين على حاجة أنتوا تعودتوا معايا عليها، إن شاء الله بحاول أكون صادق وأمين معاكم في كل كلمة أقولها. ما نوعدش بوعد ما نقدرش ننفذه. كما أوضح الرئيس السيسي أن الدولة وفرت الغاز بكميات كبيرة لإنشاء المشروعات الجديدة بقطاع الأسمدة الأزوتية، مشيرا إلى أن الدولة تواصل إنشاء البنية التحتية لخدمة مشروعات الزراعة. بس خلي بالكم، كان جزء من الموضوع أن احنا بقى عندنا غاز يا دكتور مصطفى نقدر نعمل بيه الكلام دوت. يعني كان وزير البترول النقاش معاه ساعتها، هل لدينا غاز ممكن نعمل أسمدة أزوتية؟ مش كده؟ لما قال في الغاز اللي احنا ممكن نعمل بيه، مش كده طارق؟ طيب انا بقول الكلام ده لينا كلنا عشان تعرفوا ازاي الموضوع بيخرج للنور. طب لو ما عندناش الغاز هنعمله؟ يبقى هنستورد غاز ونعمل ودي موضوع تاني خالص. لكن احنا بنتكلم عشان نستخدم دايما، وبالمناسبه الغاز الطبيعي افضل استخدام ليه مش انك انت تبيعه كوقود، انك تبيعه عشان يخش في صناعه، يعني قيمه مضافه اخرى. على كل حال، يبقى احنا الاول بنتكلم على ان احنا لما خدنا القرار ده خدنا 4 سنين عشان نفتتح المصنع ده.
اللي هم الست مصانع دول، يبقى عشان في خلال 8 سنين مع الوضع في الاعتبار ان احنا مع الشركات اللي هي بتعتبر من افضل شركات الصناعه في العالم في المجالات اللي احنا بنتكلم فيها، خدت وكنا ضاغطين في التوقيت، وكان جزء من التفاوض معاهم ان احنا ننجز المهمه في اسرع وقت ممكن. لان كتير من الناس يقولوا ايه، انتوا ليه مش مهتمين بالصناعه؟ احنا عشان نهتم بالصناعه ونتحرك فيها هناخد وقت وجهد كبير قوي وتكلفه كبيره. مشروع زي اللي احنا بنتكلم فيه ده، انت بتتكلم في غير ثمن الارض والمرافق اللي هي بتوصل لها، بتتكلم في 800 مليون دولار ولا انا مش واخد بالي؟ فالرقم كبير يا جماعه. عشان تعمل مصانع كثيره تقدر تحقق بيها اولا حاجاتك اللي انت عايزها ويتبقى جزء للتصدير، ده موضوع هياخد وقت. ولازم واحنا بنتكلم في النقطه ديت ننتبه لحاجه مهمه قوي، ان احنا كان عندنا اولويات موجوده ازاي نوصل ان احنا نبقى يعني اقدر اقول ان انا اجي اعمل مصنع زي كده ما يكون عندي الطاقه الكهربائيه اللازمه. مش ممكن لو ما عنديش كهرباء، طب هعمله ازاي؟ طب لو ما عنديش الغاز برضه هعمله تاني ازاي؟ كما أوضح الرئيس السيسي أن الدولة حاولت تقليل فجوة الغذاء رغم الزيادة السكانية، وأشار أيضا إلى أن الدولة تراعي تطبيق الاشتراطات البيئية في تنفيذ المشروعات الجديدة. أنا بتكلم إحنا عايزين نوري الكلام ده للناس كلها في مصر عشان تعرف إن في جهد كبير جدا وتكلفة كبيرة جدا الدولة بتعملها عشان تحاول تقلل من فجوة الغذاء. فجوة الايه؟ الغذاء. لكن يظل النمو السكاني اللي انتوا اتكلمتوا عليه تحدي كبير. اذا هنا بنتكلم في 2 مليون فدان تقريبا، وهنا حوالي نص مليون فدان، يعني حوالي 2.5 مليون فدان. احنا بنتكلم على ان ده استخدام اعادة معالجة مياه صرف زراعي، معالجة ثلاثية بتكلفنا كتير عشان نحط بيها الارض ديت. ارجو ان احنا النقطه دي نغطيها في التغطيه. يعني انا لقيت ان في ناس متطوعه، مش احنا، متطوعه عامله منزله على اليوتيوب مراحل من ديت. طبعا هم يعني ما اعرفش مين اللي عمل كده، لكن مشكورا يعني. طب اللي احنا بنعمل ايه؟ انا بتكلم لينا وللاعلام كله. ويعد مستقبل قطاع الزراعة في مصر من أهم أولويات الدولة، حيث تمثلت الإجراءات الاستباقية لتنمية القطاع في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، ومن المستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنحو 4 ملايين فدان. المزيد في العرض التالي.
يعد مشروع الدلتا الجديدة أحد أبرز المشروعات الزراعية التي تعمل الدولة على تنفيذها، حيث يستهدف زراعة مليوني فدان. المزيد في سياق العرض التالي. هذا ويعتبر المشروع القومي للصوامع من المشروعات القومية التي أولتها الدولة المصرية اهتماما خاصا، ورصدت له التمويل الخاص وكل أنواع الدعم لتحديثه وتطويره وإنشاء الصوامع الجديدة. ونظرا لأهمية القمح كسلعة رئيسية غذائية، قامت الدولة بإنشاء صوامع حديثة في أنحاء الجمهورية لتخزين القمح وحفظه على أحدث نظم تكنولوجيا التخزين في العالم. المزيد نتابعه في العرض التالي. أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على الانتماء المصري الراسخ للقارة الأفريقية والاعتزاز المصري بالهوية الأفريقية. وخلال اجتماعه مع أعضاء المجموعة البرلمانية الأفريقية بالاتحاد البرلماني الدولي على هامش اجتماعات الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة حاليا في البحرين، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على الأهمية الخاصة التي توليها مصر لقضايا قاراتها الأفريقية، وهو ما ينعكس على الحرص المصري على الدفاع عن المصالح والقضايا الأفريقية في كافة المحافل الدولية. التقى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مع نائبة رئيس الجمعية الوطنية بصربيا على هامش مشاركته على رأس وفد برلماني في أعمال الجمعية رقم 146 للاتحاد البرلماني الدولي في البحرين. وقد أشاد رئيس مجلس النواب بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مؤكدا اعتزاز مصر بالمواقف الصربية الداعمة لمصر في المحافل الدولية، ومشيدا كذلك بحالة الزخم الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية الصربية على كافة الأصعدة والمستويات وخاصة على الصعيد البرلماني. من جانبها أكدت نائبة رئيس الجمعية الوطنية الصربية على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية والتعاون البرلماني بين البلدين. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للعام 2023-2024. وتشير ملامح الخطة إلى أن التوجهات الاستثمارية تركز على القطاعات ذات الأولوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي،
كما ترتكز الخطة الاستثمارية على أهمية تكثيف الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم مع تكثيف الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة ومستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة مستجدات العمل بمشروع المتحف المصري الكبير وموقف تطوير المنطقة المحيطة به، وقد أعلن مدبول أن هناك توجيها من الرئيس السيسي بتحقيق التكامل والتناغم بين المتحف وجميع المواقع المحيطة من خلال شبكة الطرق والمحاور المؤدية إليه، حيث تم الانتهاء بنسبة 100% من مبنى المتحف والبهو العظيم والميدان المسلة المعلقة والحدائق المحيطة ومتحف الطفلة، هذا بالإضافة للمباني الأمنية والخدمية ومناطق انتظار السيارات بطاقة استيعابية تصل إلى 2400 سيارة، كما تم الانتهاء من الخدمات التشغيلية الإلكترونية وأنظمة التذاكر والتأمين والمراقبة، بينما تشمل الأعمال الجاري تنفيذها بتجهيزات العرض المتحفي لقاعات العرض الرئيسية وكذلك تجهيزات العرض المتحفي لمتحف مراكب الملك خوفو. شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بيانا عمليا لأنسب أسلوب لأعمال التطهير الكيميائي لإحدى وحدات الدفاع الجوي باستخدام أحدث وسائل وأجهزة التطهير الكيميائي المتطورة، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لكافة عناصر الدفاع الجوي، مشيدا بالأداء الراقي للعناصر المشاركة في تنفيذ البيان، كما ناقش عددا من القادة والضباط المشاركين بالبيان في الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة الإجراءات والاستفادة منها لرفع مستوى الكفاءة القتالية، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم. في إطار مبادرة كلنا واحد وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظمت وزارة الداخلية قافلة لبيع المواد الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة لأهالي شمال سيناء، كما وفرت قوافل خدمية لتقديم مصدرات الأحوال المدنية وتراخيص المرور، كما تم تنظيم زيارات لعدد من المدارس وتوزيع هدايا على الطلبة وجامعة العريش واستخراج مصدرات الأحوال المدنية للطلبة. ما فيش أرض فيك يا مصر حد يقدر أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى ياخدها مننا أو يسيطر عليها، ما حدش يقدر. سيناء البقعة الغالية على كل مصري، التي تعطرت بخطى الأنبياء وارتوت بدماء الشهداء، تتصدر المشهد التنموي بعد أن أعطى رئيس الجمهورية إشارة البدء لتنميتها. تشارك وزارة الداخلية بقوافل محملة بالسلع الغذائية وأخرى خدمية جهزتها لأهالي شمال سيناء في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. انطلقت قوافل الخير هذه عابرة أنفاق قناة السويس إلى أرض سيناء الغالية. ومع وصول القافلة إلى مدينة العريش، فقد أقامت وزارة الداخلية معرضاً ضخماً هو الأول من نوعه في هذه المنطقة على مساحة كبيرة من الأرض، يضم كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية والأجهزة المنزلية والكهربائية والمفروشات بأسعار مخفضة وجودة عالية، حرصاً على استفادة أهالي شمال سيناء من تخفيضات مبادرة كلنا واحد ومن وفرة المعروض، ما أدى إلى إقبال كبير من المواطنين على الاستفادة من التخفيضات والمعروضات. طبعا أهالي نفسنا يحتاجوا مننا ان احنا نقدم لهم كل الخدمات اللي يحتاجوها، وخصوصا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، فاحنا جينا النهارده متواجدين معاهم. عملنا معرض كبير جدا لمبادرة كلنا واحد، المعرض
متواجد فيه أكثر من 500 طن مواد غذائية بين السكر والأرز والدقيق والزيوت وجميع ويميش رمضان وجميع السلع اللي بيحتاجها المواطنين في خلال شهر رمضان. أنا حابة أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الجميلة، وأحب أشكر الجيش والشرطة إن هم ساعدونا ووقفوا جنبينا في وقت الأزمة، ودلوقتي العريش بقت أحسن من الأول بكتير، ما فيش خوف ما فيش قلق، دلوقتي كلنا إيد واحدة جيش والشرطة كلنا واحد موجودة في العريش، ونشكرهم ونشكر الرئيس، والأسعار كويسة وحلوة أحسن من بره بكتير. طبعا بنشكر سيادة الرئيس على مبادرة كلنا واحد في شمال سيناء، احنا في العريش تحديدا، ربنا يبارك لك ويا رب تفضل كده الأسعار والدنيا حلوة. شكرا للسيد الرئيس، شكرا لوزارة الداخلية، شكرا لجميع العاملين في هذا الصرع العظيم. منافذ أمان خدمت شمال سيناء تمام بأقل الأسعار، ومنافذ جميلة وبأسعار كويسة جدا جدا جدا. تضم القافلة سيارات الخدمات الشرطية المتنوعة لإتاحة الفرصة لسكان أهالي شمال سيناء لاستخراج الأوراق الثبوتية وتراخيص السيارات. أنا اتفاجأت والله بيها النهاردة وانبسطت جدا أول ما شفت العربية دي، إن هي دي بقى متنقلة في كل مكان ودي هتسهل على الناس كتير. لم تقتصر القوافل الخدمية والغذائية على العريش، بل امتدت إلى عدد من مدن شمال سيناء. الشيخ زويد من المدن التي توجهت إليها القوافل. الهدوء يعم هذه المدينة ويتحرك الجميع بحرية وأمان. جيت النهاردة علشان خاطر أعمل بطاعة إلية، والتسهيلات حلوة والحمد لله، والشرطة معانا وخدمتنا بالنسبة للتصوير السريع والقطاع الفورية. الشيخ زويد جاي عشان أعمل بطاقة عائلية، شكرا للوزارة الداخلية اللي جاية لينا من العريش علشان تساعدنا في الورق. الحمد لله الوضع عندنا في الشيخ زويد والعريش الحمد لله 100%، وبنقدر الحين ننزل نرخص عربيتنا براحتنا، وبننزل السجل المدني بنعمل بطاقات وشهادات الميلاد. نشكر سيادة الرئيس ألف 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 شكرا، شكر واصل من شعب سيناء للرئيس، من هنا للرئيس واصل. كلنا واحد دايما مع بعضنا كده وبنستتبع. الله الله. وإلى بئر العبد توجهت القوافل الغذائية والخدمية إلى الأهالي هناك لدعمهم وتوفير السلع والخدمات لهم. فالخدمات متوفرة، اللي هو الاستمارات موجودة، شهادة ميلاد موجودة، بطايق موجودة. إن شاء الله في المبادرة الجديدة مع العربيات المتنقلة هيبقى في خفة عمل. وزارة الداخلية وفر لنا خدمات المرور الإلكترونية، دي حاجة والله كويسة جدا، عندنا متنقلة في كل مكان بتوفر علينا حاجات كتير. في فرق شاسع من هنا من سنتين فاتوا لحد النهاردة. النهارده في امان وفي خير وفي كل حاجه متوفره، وبنشكر سياده الرئيس على المبادره دي، يعني بترفع ناس كثيره بخصوص ان احنا داخلين على رمضان. في ايدين تحمي وايدين تبني وايدين صنعت وايدين زرعت، واللي يعلم واللي يفنن دي ايدين مصريه وياما فرعت. تضمنت القوافل زياره قام بها الضباط لعدد من المدارس، حيث تم توزيع هدايا على طلبتها أثناء سير العملية التعليمية. النهاردة قوم الضباط ووزعوا علينا ألعاب حلوة قوي، وأنا بحب الضباط كتير قوي. أنا الطالبة جنة محمود من مدرسة الشهيد عمرو بوهندية الرسمية المتميزة للغات. النهاردة هتكلم عن الأمان في شمال سيناء. طبعاً إحنا عندنا هنا في شمال سيناء أمان من كل حتة. زمان ما كانش في عندنا أمان، وكان في عندنا ضرب نار، وكان في عندنا حاجات مش كويسة. أما دلوقتي بقينا نحس بالأمان في كل مكان. كنا بنيجي ما فيش طلبة، 2-3-4 وأهلين بيبقوا خايفين عليهم مستنيينهم. لا، الوضع دلوقتي يختلف تماما، دلوقتي كل الطلبة بتنتظم في الدراسة. ماما وبابا بيأمنوني عشان دلوقتي بقى خلاص في أمان، بقيت أنزل أشتري أي حاجة لوحدي، بقيت دلوقتي أروح المدرسة لوحدي، فبقى دلوقتي الحمد لله في أمان في العريش. بنعرف أطفالنا إنه يعني إيه الشهيد، يعني إيه التضحية اللي هو عملها، بنعرفهم بأسمائهم كمان علشان مدار حياتهم يبقوا ذاكرين فضلهم على البلد وعلى الأمان اللي هم حاسين بيه دلوقتي كأطفال وليهم بعد كده في المستقبل بإذن الله.
في تضحيات تمت من الدولة، في تضحيات تمت من الشعب، في تضحيات تمت من الجميع عشان كله بيحب الوطن. مصر كل زجاج وحارة فيها عاشر كل واحد، عاش محمد وهي جرجس وهي سارة، مصر هي البوصلة دايما اللي بتحدد مسارك، خلي بالك خلي بالك مصر لسه محتاجالك. يا بلادي روحي فداليكي، أقدم حضرات كانت فيكي. كما توجهت القوافل إلى جامعة العريش لاستخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية للطلبة. قادرين نعيش حياتنا بشكل طبيعي وأحسن كمان، يعني الأول ما كناش بنطلع ولا بنجيب أي حاجة ولا بنطلع ولا بنروح كافيهات ولا بتاع، دلوقتي الكافيهات فتحت، الحاجات كلها فتحت، رجعنا أحسن من الأول. بنعيش يومنا طبيعي عادي جدا، بننزل الجامعة، بنمارس حياتنا الطبيعية بشكل مستقر، وحاسين بالأمان عن زمان كتير قوي. تعود الحياة إلى طبيعتها وسيرتها الأولى، الخدمات تقدم بصورة ميسرة، بخاصة الخدمات الشرطية الجماهيرية، حيث أثنى المواطنون على هذه الخدمات لبث الطمأنينة في نفوس الأهالي وبسط الأمن والنظام وتحقيق الاستقرار وتلبية متطلبات الأهالي في خدمة أمنية وشرطية تواكب طموحاتهم وتطلعاتهم. تغيرت الحياة على أرض شمال سيناء وعادت لطبيعتها وسط أمن وأمان وقوافل الخير التي تعم الشمال، وهذا المعرض الكبير الذي يؤكد لأهالي شمال سيناء أن كلنا واحد. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق. أهلا بك أستاذ عماد. أهلا. يمكن أبرز كلمة لو حضرتك تابعت معنا هذا التقرير هي كلمة الأمان اللي ذكرها تقريبا كل من جاء في هذا التقرير، ويمكن الدولة سعت على مدار الفترة السابقة إلى الوصول لهذه الكلمة وتحقيقها على أرض الواقع، واليوم بتأتي مبادرة كلنا واحد لتؤكد هذه الفكرة ونجاح هذه الاستراتيجية اللي طبقتها الدولة أو قررت الدولة تطبيقها. بنتكلم في مناطق ارتبطت في أذهاننا جميعا بالانفجارات والإرهاب وعدم الأمان، كيف ترى قدرة الدولة أو كيف استطاعت الدولة إلى أن نصل بها أو نصل بشمال سيناء إلى هذه المرحلة الآمنة؟ السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لحضرتكم كل السادة المشاهدين والأهل سيناء الكرام ولكل المصريين بصفة عامة شهر رمضان، قرب شهر رمضان إن شاء الله. يعني معروف طبعا لا نستطيع الحديث عن تنمية بدون استقرار وبدون أمن. لم أعرف أن في دولة استأذن حضرتك الصوت مش واضح، لو حضرتك تتحرك لمكان تكون التغطية فيه افضل. ايوه فندم، بس استأذن حضرتك برضو تشوف مكان كده يكون التغطية فيه افضل. اوكي، فبقول لحضرتك بدون امن وبدون لا يمكن الحديث عن اي من انواع أعلن مؤخرا أن مصر ستحتفل قريبا في القضاء على الإرهاب وإعلان الانتصار على الإرهاب بصفة كاملة، وده ما كانش ممكن يجي بدون التضحيات اللي تمت من رجال الجيش ورجال الشرطة وكل وغالبية الشعب المصري تصدى للإرهاب وتمكن منها، وبالتالي الأمان أو الاستقرار هو العنصر الأساسي لأي عملية تنمية. ده تم طبعا بتضحيات كبيرة جدا، شفنا قريب جدا الاحتفال بيوم الشهيد وشفنا يوم عيد الشرطه، تضحيات كبيره جدا اللي تم تقديمها من اجل ان نحصل على هذا الثمن المهم جدا او المطلب الكبير جدا، وكان ثمنه عدد كبير من الشهداء والمصابين، وثمن ايضا دفعته الدوله من الرئيس قال ان احنا كنا بندفع مليار كل شهر لمده 90 شهر، فبالتالي ده الثمن اللي احنا دفعناه عشان سيناء تبقى اكثر استقرارا، تبقى اكثر امانا، ونحتفل قريبا ان شاء الله بعوده الامن والامان الكامل.
نعم، ولكن النهاردة بنتحدث عن مبادرة كلنا واحد، مبادرة تتبناها وزارة الداخلية لتقديم السلع الغذائية وغير الغذائية، وكمان بنتكلم على أجهزة منزلية، يعني كل الخدمات بتوصل لأهالينا في شمال سيناء، وكمان الطلبة في الجامعات والطلبة في المدارس. حضرتك شايف كل هذا التحرك إزاي بيدعم فكرة الاستقرار في شمال سيناء، الأمان في شمال سيناء، وعودة الحياة إلى طبيعتها وتقديم كل الخدمات لأهالينا في شمال سيناء؟ بطبيعة الحال لا يمكن للمرء إلا أن يقدم الشكر لوزارة الداخلية على هذه المبادرة المهمة، أو أي جهة تحاول أن تساعد وتخفف عن أهالي سيناء وتحسن لهم أوضاعهم. طبيعي أن الدور الرئيسي للشرطة هو حفظ الأمن والأمان، ولكن أن يزيد هذا الدور ويترجم عبر هذا النوع من المبادرات ويتم تقديم سلع للمواطنين، هذا جهد جيد ومبادرة تستحق عليها وزارة الداخلية الشكر. أهالي سيناء حرموا من يعني الحياة المستقرة كثيرا، هم بالمناسبة أحد أكثر الأطراف التي ضحت من أجل أن يعود الأمن والأمان، تحملوا عبء وتداعيات الإرهاب وهجمات الإرهابيين، بعضهم دفع حياته ثمنا، اللي شفنا العمليات اللي تمت في المساجد وفي كل مكان. وبالتالي هذا الجهد الذي يقدم لهم خصوصا فيما يتعلق بالخدمات المتعلقه بالتمويل او الطرق او كل ما يتعلق بكل انواع الخدمات، ده جهد مشكور ومهم جدا، ويساعد في سرعه القضاء على الارهاب اولا، وينزع الحجج والمبررات التي كانت تستعملها بعض المتطرفين والارهابيين بان سيناء لا يعني ليس فيها تنميه. هذه المبادره تضحى مثل هذا النوع من الشاعر. وربما المشهد الذي نراه الآن وفي على أرض سيناء وفرحة الأهالي وعودة الأمن والاستقرار للمدارس والجامعات وعودة الحياة إلى طبيعتها، هو ربما أقل ثمن قدمه لوزارة الداخلية لعودة الحياة بهذا الشكل. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، شكرا جزيلا لك. تعد مبادرة كتف في كتف هي إحدى المبادرات الكبرى للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتستهدف المبادرة تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية بكل أنحاء الجمهورية، وذلك خلال الشهر الجاري على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا. المزيد نتابعه في العرض التالي مع الزميل كريم حاتم. أهلا بكم. تنطلق احتفالية مبادرة كتف في كتف، والتي تعد أكبر حدث وأضخم مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ للعمل الأهلي التنموي المصري، حيث تهدف إلى تعزيز برنامج الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء عن الفئات الأولى بالرعاية للحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية. مبادرة كتف في كتف هي إحدى المبادرات الكبرى للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي انطلق في مارس 2022 بمشاركة وعضوية العديد من مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر. تستهدف مبادرة كتف في كتف تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية بكل ربوع الجمهورية خلال الشهر الجاري على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً، للتخفيف من أثار الأزمات الاقتصادية المتلاحقة عالمياً. تعد مبادرة كتف في كتف الأكبر من نوعها، لما يميزها من انتشار على مستوى كل المحافظات وصولا إلى المحافظات الحدودية، بالإضافة إلى اختلاف مكوناتها، وقد تم ذلك من خلال قاعدة البيانات الموحدة لدى التحالف، والتي تضمن وصول الدعم لمستحقيه بالفعل ومنع ازدواجية المنفعة. جاء مسمى كتف في كتف من خلال الشعور بالمسؤولية من كل المؤسسات وتكاتفها بجانب بعضها البعض، إذ إن المبادرة هي نتاج توحيد الجهود والتنسيق والتعاون المباشر والشراكة الحقيقية بين المجتمع المدني، متمثلا في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمؤسسات الحكومية وقطاعات المسؤولية المجتمعية بالقطاع الخاص. فعاليات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومنها مبادرة كتف في كتف اعتمدت على تقديم مساعدات حقيقية تتماشى مع قاعدة بيانات واضحة تضمن وصول المساعدات لمستحقيها مع عدم تكرار المساعدات للمناطق والأشخاص مرة أخرى وتوزيعها بصورة عادلة، حيث انطلقت أولى فعاليات المبادرة في 10 مارس ب16 محافظة. ووفقا للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يبلغ عدد المستفيدين نحو 25 مليون مواطن.
ويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي زيادة عدد الأسر المستهدف إخراجها من دائرة الفقر إلى الحال المتيسر بشكل نهائي ومستدام، واستكمال الجهود التنموية لتأمين مظلة حماية اجتماعية تسعى الأكثر استحقاقا من دون استثناء في السنوات القادمة. مشاهدينا، لقد زادت فعالية العمل الأهلي بفضل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فلم يعد العمل الخيري مقتصرا على تقديم المساعدات العينية المباشرة، بل امتد أيضا إلى توفير فرص العمل وتعزيز الإنتاج وتحقيق مردود اقتصادي للمواطنين في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية. شكرا لطيب المتابعة. تنطلق يوم الجمعة القادم في استاد القاهرة احتفالية مبادرة كتف في كتف بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعد أضخم مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ العمل التنموي. المزيد نتابعه في العرض التالي. استقبل مطار القاهرة الدولي طائرة شحن قادمة من العاصمة التشادية نجامينا التي تحمل على متنها 55 طنا من اللحوم الحمراء المبردة، وهي أول شحنة من جسر جوي ينقل 3 شحنات أسبوعيا بإجمالي 800 طن شهريا. وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، قام حزب حماة الوطن بتوقيع بروتوكول تعاون مع دولة تشاد، والتي تعد من أكثر الدول التي تشتهر بالثروة الحيوانية. نظرا لما تمتلكه من مراع شاسعة، نجح حزب حماة الوطن في إقامة مزرعة مصرية لتسمين العجول التشادية ثم ذبحها ونقلها مبردة بالطيران إلى مصر، لتهبط أول طائرة محملة باللحوم في مطار القاهرة محملة بمئات الأطنان تمهيدا لبيعها بأسعار رمزية للمواطنين في مختلف المحافظات. العلاقات بين تشاد ومصر علاقات قديمة، لكن ابتداء من اليوم جينا احنا نتلاقى أول طائرة بتجيب لحم من تشاد، لكن تنفتح أفق جديدة للتبادل التجاري بين تشاد ومصر. مجال الأمن الغذائي ده مجال مهم جدا لينا كدولة مصرية، واحنا كحزب حماة الوطن بنهتم بهذا وبنساعد الدولة المصرية ان احنا نوصل باللحوم لنصف السعر اللي موجود في السوق المصري ان شاء الله. هيتم توريد خلال الفترة القادمة ما يقرب من 800 طن هيصلوا شهريا. بنشتغل على تجهيز واعداد منافذ ثابتة هتصل الى 400 منفذ على مستوى الجمهورية، لكن علشان دخول رمضان ووصول اللحوم في هذه الفترة هنوزع هذه اللحوم بسيارات مبردة. خدنا أرض على مساحة كبيرة وحطينا فيها أبقار، غيرنا المرعى خليناها نفس المرعى اللي تناسب المستهلك المصري، زرعنا عدد من الأراضي الموجودة وبدأنا نعمل حجر على كمية من الأبقار. دولة تشاد هي دولة مسلمة بيذبحوا حلال، في موافقات على المجزر، في لجنة من هيئة الطب البيطري ووزارة الزراعة موجودة هناك بقالها شهر بيكشفوا على العجل من قبل ما بيخش للذبح لحد ما بيوصل للطيران. عشان نوصل للسعر المناسب عملنا نظام مقايضة، عملنا تبادل تجاري ما بين الدولة التشادية
ما بين جمهورية مصر العربية. تلك الجهود التي يبذلها حزب حماة الوطن للتخفيف عن كاهل المواطنين تأتي في إطار خطة تنموية واعدة لزيادة الفرص الاستثمارية التي تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري والمواطن على حد سواء، وهو ما يسهم في زيادة المعروض من اللحوم في الأسواق ويساعد بشكل كبير في انخفاض سعر اللحوم البلدية المحلية وتخفيف الأعباء عن كافة المواطنين قبل حلول الشهر الفضيل. وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بروتوكول تعاون مع شركة ويلز تاورز واتسون العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات لتقييم وتطوير مهارات القيادات الشبابية، وذلك للعام الثاني على التوالي. ويعد البروتوكول استمرارا للتعاون بين التنسيقية وشركة WTW، وهي شركة استشارات رائدة عالميا ومتخصصة في الوساطة والاستشارات وتقييم الكفاءات، وتعمل في نحو 140 دولة حول العالم. وقد تم الاتفاق من خلال البروتوكول على دعم التعاون المشترك في مجالات تدريب وتطوير القيادات الشبابية. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتأكد على قواعدها وإيمانها بتنمية قدرات أعضائها باستمرار، ويمكن ده ظهر جليا من خلال قياس قدراتهم وتنميتهم. النهاردة بنكون مؤمنين أن التمكين لابد أن يسبقه تأهيل بشكل جيد، والتأهيل لابد أن يسبقه قياس قدرات ومهارات بشكل كافي. خلال الفترة الأخيرة كنا حريصين كل حرص من خلال لجنة التدريب بتنسيقية أنها تضع برامج تأهيلية وتدريبية ورفع قدرات لشبابها بشكل مستمر. خلال الجولة الأخيرة كمان نقدر نقول إن إحنا استوعبنا دفعة جديدة من زمايلنا اللي إن شاء الله يكونوا بالقدر الكافي من الكفاءة والمؤهلات اللي تمكنهم يكونوا في أفضل أماكن بإذن الله. هدف البروتوكول إن إحنا في نادي مدربين مش عايزين نعمل تدريب من أجل التدريب، إحنا لازم نبقى عارفين إيه المهارات اللي بيتمتع بيها كل عضو من أعضاء التنسيقية ونبتدي نعمل عملية التطوير ليها. فده بيجي من خلال سمات موجودة في شخصية كل عضو بنعرفها من خلال التقييمات اللي بتقدها لنا الشركة، فكل الأعضاء داخل التنسيقية وكمان الأعضاء الجدد بيخضعوا للتقييمات دي عشان بنقيس 108 وجه من الشخصية. المواطن المصري محتاج شخص يكون متخذ القرار، شخص يقدر قدام السادة المواطنين يحل مشاكلهم، شخص فعلا لما يتأقلم مع الظروف ويحقق نتائج على أرض الواقع. هو دي السمات اللي احنا محتاجين نقولها للسادة المواطنين. دايما التنسيقية بتحمل فكر جديد، ونادي مدربي التنسيقية واخد على عاتقه فكرة تدريب بمفهوم جديد. احنا السنة دي بنجدد البروتوكول مع شركة WTW للسنة الثانية على التوالي عشان نبدأ نتيح للأعضاء فكرة التقييم الإلكتروني، ان انا ازاي يكون عندي عامل للتقييم بدون تدخل اي عامل بشري، أداة عالمية بيتم من خلالها خضوع الأعضاء للتقييم الإلكتروني من خلال الكمبيوتر، وبعدها بيطلع لي تقرير ب 108 وجه للشخصية. بناء على نتائج التقرير ده أنا ببدأ أدي خطة تدريب للأعضاء، أوجه أن الأعضاء إيه اللجان اللي مقدروا يكونوا فيها بشكل ويد وتتناسب مع مهاراتهم وكفاءتهم. الحقيقة إحنا للسنة الثانية على توالي إحنا مع التنسيقية بنقوم بتقييمات للسمات الشخصية للمتقدمين بغرض التطوير، وهو تقييم أكتر منه تدريب. ده بيبقى عن طريق تولز معينة إحنا بنستعملها. أبرز موقع نيوز لوكس الأمريكي التزام الحكومة المصرية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتي أعلن عنها مجلس الوزراء في وقت سابق، ونوه الموقع بإعلان الحكومة المصرية طرح شركتي وطنية وصافي من خلال مستشار الطرح. وأشار الموقع إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام للحكومة نحو إنفاذ خططها المعلنة لبيع حصص في أكثر من 32 شركة مملوكة للدولة بحلول مارس 2024. وذكر الموقع أن الحكومة تستهدف الخروج من 7 قطاعات تشمل الأدوية والكيماويات والبناء، وذلك إلى جانب تقليص استثماراتها في قطاعات أخرى بما في ذلك محطات توليد الكهرباء. كما تخطط مصر لإتاحة فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات. بعد
بحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن حادث سقوط المسيرة الأمريكية في البحر الأسود. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الاتصال بين أوستن وشويغو جاء بمبادرة من الجانب الأمريكي. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الطائرات الروسية قامت بعمل متهور وغير مسؤول في حادث المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود. وأكد أوستن أن الطائرات الأمريكية ستواصل عملها في الأماكن التي يسمح بها القانون الدولي. كما أكد أنه يجب على روسيا تشغيل طائراتها بأسلوب أمن ومهنية. شهدت بريطانيا إضرابات واسعة في العديد من القطاعات الحكومية ومظاهرات حاشدة احتجاجا على مستوى المعيشة وللمطالبة برفع الأجور. وتوقف عن العمل موظفون في القطاع العام ومعلمون وسائقون في مترو لندن وأطباء ومسعفون بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار، وكذلك أزمة تكلفة المعيشة التي تتفاقم يوما تلو الآخر. كما شهدت العاصمة لندن عرقلة لحركة النقل والمواصلات على نطاق واسع بسبب الإضرابات. نفذت النقابات الفرنسية إضرابات ومظاهرات في أنحاء المدن الفرنسية احتجاجا على تعديل نظام التقاعد، واندلعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في أنحاء العاصمة باريس. كما شهد يوم التعبئة الثامن اضطرابات كبيرة في وسائل النقل العام ومترو الأنفاق وحركة الطيران. هذا وأعلنت النقابات عن يوم إضافي من الإضرابات في جميع القطاعات، إضافة إلى مظاهرات في باريس وعموم البلاد، بينما صنفت قيادة شرطة باريس تصنيفها لإضراب الأربعاء بالخطير. هذا فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اجتماع عاجل للحكومة الفرنسية بقصر الإليزي عشية التصويت على مشروع التقاعد بشكل نهائي الخميس. انخفضت أسعار النفط بأكثر من 5 دولارات للبرميل لتسجل أدنى مستوياتها خلال 15 شهرا، حيث هبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة عند مستوى 67 دولارا للبرميل. كما انخفض مزيج برنت إلى ما دون 71 دولارا ليصل كلاهما إلى أدنى مستوى لهم منذ ديسمبر من عام 2021. أصيب عدد من الأشخاص بعد اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإيطالية وجماهير فريق انتراكتيف فرانكفورت الألماني في مدينة نابولي، وذلك قبل لقاء فرانكفورت ونابولي في إياب دور 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا. وقامت جماهير الفريق الألماني بإحراق النيران في العديد من السيارات، منها سيارة للشرطة. نهاية جولتنا الإخبارية، وهذه تذكرة بأبرز ما جاء بها. الرئيس السيسي يؤكد عزم الدولة على إدخال مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية للخدمة خلال أقرب وقت ممكن. الرئيس السيسي يؤكد أن الدولة وفرت الغاز بكميات كبيرة لإنشاء مشروعات جديدة بقطاع الأسمدة الأزوتية. إضرابات ومظاهرات حاشدة ببريطانيا وفرنسا للمطالبة بتحسين الأجور واحتجاجا على تعديل نظام التقاعد. ونذكركم لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة. كنا معكم على مدار هذه الساعة ميرفت المليجي وأنا حبيبة عمر. إلى اللقاء.